السلام عليكم. فورد اكسكيرجن 2005، بعد ما فيديو لدينا اللي بنزل لكم الحين وعدلت لدينا، كان الواير لمدير فريق فرسان الشرقية للإنقاذ، فضافوني معاهم في الجروب وصرت منقذ معاهم. فبنزل لكم سلسلة إنقاذات سويتها بعد ما انضميت الفريق، وأي شخص موجود في الشرقية يحتفظ بهذا الرقم حق فريق الإنقاذ للبلاغات، لأنه موجود فوق 280 سيارة في الجروب، وأقرب واحد يجيك إذا أنت مغرز ولا متعطل بنزين ولا اشتراك ولا مبنشر. يعني هي جمعية تطوعية، يعني نجي نساعدك مجانا لوجه الله، لكن ننشر مقاطع عشان الكل يعرف هذه الجمعية ويتواصلون معانا إذا احتاجوا مساعدة. الحمد لله على السلامة، ذيب ذيب، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. حياك الله، حياك الله. أبو مين؟ والنعم والنعم، أي والله والنعم. هاي وين؟ روح 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 شوية، روح. أب أب أب، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، الحمد لله على السلامة. وصلنا للمتعطل، ناخذ عزم لانه مو منسم الكفرات. بسم الله. والله يا رجال وين جاي هو؟ والله والله المكان، لا من جد في شيء ولا تمشي هنا. شكلنا لازم ننسم، او بدق الدبل الثقيل اجرب. غرست غرست طبعا، هذا الكفر نسمته واجد اكثر من اللازم لانه غرست، لان المكان الشيء واللاعب فيه لعب. نسمت الكفر كامل، تخيل. شوف شوف شوف، مصيب. بسم الله، يلا لف يمين معاي. ايوه طلعناه، بس نبي ننزله تحت الحين. تمت المهمة بنجاح يا فرسان، بس نبي نطلع برا عشان يغرز مرة ثانية، نوصل لين المكان ذا. قفل يا كنترول. الحين أنا والرجال نبي نروح أقرب محطة نعبي الكفرات هواء. هذا اللي ما حسبت حساب إنه ما شريت منفاخ. الأمور طيبة يا شباب، هذا اللي حصلت راعي جيب الله يبيض وجهه، نفخنا الأربع كفرات. الله يجزاك خير، بيض الله وجهك. جالسين ننفخ الكفرات هواء لأنه ما عندي منفاخ. هذا وصلنا للرجال والحين بنسحبه. بسم الله، وطفيت الموتر والدبل. ما شاء الله، بس المكان جدا وعر، ان شاء الله سيارته ما تتكسر. يلا اطلع على الرقمية. ايوه بس قفل الكنترول. في واحد من المتابعين يقول لازم تتوظف الدفاع المدني. هذا الرجال طلعناه وماشيين معاه بعد، عشان لو غرز مرة ثانية نطلع. تم الوصول، هذا سيارة أحد أعضاء الجروب ما شاء الله، وهذا الإكسكيرجن، وهذا المتعطل هناك. بس الأرض كلها طيفي طيفي، فنحاول نربط الواير اللي عنده حق صاحبنا والواير اللي عندي، ونشوف أكثر طريقة سليمة للسحب إن شاء الله. بس جالسين نشوف الإجراءات ونخلصها إن شاء الله. يلا نقول بسم الله، نحرك الاكسكيرجن عشان ربطنا الوايرين في بعض، والحمد لله الوايرين وصلوا لين الواير المكان ذا. نقول بسم الله.
هذا الرجال هناك رابطين وايرين في الاكسكير، وهذا الجمس ما قصر بيه عشان ينبه الناس اللي بيجون في الشارع. الشارع سريع رايح جاي مسارين. ولا تحرك، عض الموتر. صح، خلاص وقف وقف ناصر. تخيلوا يا شباب على قوة ما عدلت لدينا، شوفوا حرثت الأرض حراث، حرثت نتلت 3 مرات ما في فائدة. بطن الموتر يقول إن الطين واصل للركبة، لين قريب الركبة يعني الموتر طايح طايح. فهذا شروكي أو رانجلر قديم صغير، فلو دخل واحد فينا جمس والأكس كيرجم مستحيل يطلع. روح ما شاء الله روح، بس وقف 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 وقف. الحمد لله طلعناه، بس باقي له لان الموقع جدا سيء. وانا وقفت شوي عشان الكفر عندي فسخ، اول مره يفسخ الكفر، فلازم نرفع السياره الحين ونعبي هواء. من قوه النتله الكفر فسخ. السحبه الثانيه بتكون على جدي الحين ان شاء الله. ما شاء الله الله يبارك لنا. خلاص باقي شيء بسيط، بس شد الحبل. يلا روح. ما شاء الله ما شاء الله. كفو كفو، انتبه من الطريق. بس بس ارجع ارجع بسرعه ارجع عشان الشارع. بس خلاص ارجع، حاول ترجع بعد دقيقه بس حبل واير وارجع الى الشارع. اطلع عن الشارع، ارجع انا اسحب الواير. ارجع 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 بعد ارجع. لا تخليه يحفر اهم شيء. شوي 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 شوي. ايوه روح روح روح. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة، الحمد لله. بس باقي نعبي الكفرات هوا والامور طيبة حق السيارتين، سيارتي الاكسكيرجر والجيب. الله يستر عليه، الرجال خبير خبير جدا من 2019، يعني عنده أدوات من جد. الصنديد لازم أسوي له تجهيز نفس التجهيز، عنده شيول، عنده منفاخ، عنده وكل شيء يعني ما شاء الله. أنا عندي بس واير ومعيار حرفيا، يعني حتى منفاخ ما عندي، فتجهيزاتي ورطة. فلازم أسوي تجهيزات مثله عشان من جد نكون منقذين محترفين، مو بس منقذين. يعني لو الرجال ما جاء، لولا الله ثم الرجال كان تورطنا الصراحة.